زوار ومتتبعي موقع جديد نيوز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دردشة قبل إفطار اليوم 26 رمضان 2024، سنخصصها لموضوع مهم ومهم ديال بصح نيت، ويتعلق الأمر بالمسقاة البرتغالية ولا المطفية البرتغالية ولا ديك السقاية ولا كما كيسميوها اللي كاينة في الحي البرتغالي في الملاح. علاش راها مسدودة ملي بدات كورونا؟ باقا ما بغاتش تحل، والدارعة اللي دايرين ان حكا بها شي شقوق، كون جمعوا ريال من عند كل واحد في الجديدة كرة صوبوها، واش مشكل الفلوس ولا مشكل ديال المسؤولين ولا ديال الضمير ما كاينش ولا ولا ولا؟ نشوفوا ونعاودوا نرجعوا. مهم، هادي الباب ديال المسقات مسدود هكا، في هاد البلايكات الفوقانية كتقول بأنه راه أشغال. هاد اللي الوسط اللي في الباب مباشرة داخل كتقول بأنه مشروع، يلاه دايرين مشروع ديال إعادة الترميم. هذا ها هي فينيا السادة الزوار كيقولوا لهم بأنه كيشكل خطر وأمن وسلامة الزوار إلى آخره. وكاينة هاد النقطة هادي، هاد اليافطة اللي كانت بقات وهي اللي كيعتمدوا عليها دابا في السياحة. يعني دابا التوريست ملي كيجيو كيشوفوا هادي وكيشرحوا لهم على هادشي بحال هكا. دابا المسقات مسدودة، المعرض اللي كاين تم مسدود، اوكين اكتيفيتي توريستيك، كاين حتى شي نشاط سياحي ولا حركة سياحية في الملاح. اللهم بعض اللي كانوا ديجا مبرمجين انهم يجيو يزوروا الملاح يعني الحي البرتغالي ويشوفوا المسقات وداكشي، واش هاد الناس غينصحوا ناس اخرين باش يجيو للحي البرتغالي ولهاد المسقات؟ لا اظن ذلك، لان اللي غادي يمشي لبلادو غيقول لي موديات ايفيتي تمشي لهاد المدينه، هذاك الشيء اللي فيها تاريخي ولا سياحي راه مابقاش، كثرة الأزبال، كثرة المشاكل، إشارات الضوئية ماشي هي هذيك، يعني ما كاينش النظام، كاين ناس سلبي. أش روجتوا لهاد المدينة؟ هذا هو السؤال ديالي، أش كتروجوا لهاد المدينة؟ كتهضروا على السياحة. نشوفوا واحد الفيديو. إذن هنا في البداية ديال السور اللي كاين فيه هاد المسقات البرتغالية، السلام عليكم. كاين هذا الباب الاول اللي هو عباره عن قاعه العرض عبد الكبير الخطابي، هو مسدود. هذه ديال وزاره الثقافه والاتصال، حاط باقيين حاطين هذه، ما عرفتش علاش باقيين حاطينها، لان اصلا هاد المسقات اللي كيهضروا عليها هي مسدوده، وراها مسدوده ملي بدات كورونا. تقول مسكينه مرضت بكورونا. نخبركم بان ابواب المسقات البرتغاليه مقفله في اطار التحضير لمشروع ترميمها، يعني التحضير باقي لعب التحضير واقع لهاد الناس هادو، حيت ما كانوش باقيين في التحضير كره هما دايرين شي حاجه. هنا المسقات البرتغاليه
الوغ هاد المسقات البرتغاليه ها هي راه مسدوده لمده 3 سنوات دابا زياده، المهم حسب اللي قالوا الاخوان ملي بدات كورونا، اذا ملي بدات كورونا ما حلتش هاد المسقات البرتغاليه. نبغى نخليو المناقشه حتى ندخلوا للاستوديو عاد نهضروا على المناقشه. فإذا كان القلب النابض للسياحة بإقليم جديدة هو هاد الحي البرتغالي، وبالضبط المسقات البرتغالية والبرج ولا الأبراج الثلاثة. اش بقى دابا؟ ما كيبان لي انا ما بقى حتى شي حاجة. هاد الإغلاق ديال هاد المسقات خصكم تعرفوا الناس مسؤولين على قطاع ديال الثقافة والتراث والمآثر وهادشي، خصكم تعرفوا بجوجكم بأنه المسقات البرتغالية ملي طرا فيها شي حاجة غيتسد الباب، بحالها بحال امرأة حاملة غادا تولد عندها صعوبة في الولادة، خصها اون سيزارين، خصها قيس عملية قيصرية، خصكم تمشيو تجريو لأنها حالة استعجالية. عباد الله ضربت تمارة وجرات وجرات باش تصنف الحي البرتغالي في ديمرا التراث العالمي، تجيو نتوما دابا بوالو جالسين عف بيرواتكم ما باغي ديروا حتى شي حاجة وترجعونا للنقطة ديال الصفر. ديروا شي حاجه اللي تحسب عليكم حتى نتوما، صلحوا شي حاجه في حياتكم نتوما في الوقت ديال التسيير ديالكم. او لا الفوق صوتوه، لا المدفاء المصفات المسقات صوتوها، لا محيط ديال الملاح، بغينا على شي مسؤول يخلي البصمه ديالو على البصمه، البصمه بغينا على البصمه ماشي سداري البصمه، وبغينا البصمه ديالكم نتوما تبقى، لانه راه عيب وعار انك كتهضروا ملي كتبداو من مدينه سياحيه باش سياحيه بشفاوي، كما قال قبيله واحد اخ عنده محل تما كاينه، قال لي استاذ حكار خصك تجي نهار اللي الاربعاء مزيان هادي سمعوها الاربعاء، قال لي كيكونوا البولونيين وهذا كيوقفوهم حدا المسقات وكيبدا يشرح لهم، وراه على هاد الحساب هذا غنديروا دي كيد يوليو يجيو عندهم السياح ويخرجوهم برا لهي حدا الرجيله، ويقول لهم شتي هنا راه كان داز عمر المختار، وهنا راه داز عقبه بن نافع كان مشى يتقدم من الهبشه ومشى، وهي هادي اش الا ما دخلش في المسقات البرتغاليه من الداخل، اش من استفاده عنده، اش من واقف كيعاودوا لي على اش كاين الداخل، ايوا حلو اللي يشوف الداخل. المهم كما سمعتوا في الشريط من البدايه ديال يعني من البدايه ديال كورونا والامور هكاك حتى حاجه ما تغيرت حتى حاجه ما تبدلت، اذا واش بصح نيتا تي خاسر؟ ومن بدايه كورونا حتى لدابا راه حنا طالعين في 4 سنين، راه حنا نقول طالعين في 5 سنين، واش ما تهرست حتى شي حاجه؟ ما طاح حتى شي حجره ما والو؟ اذا فين هي هاد راه يشكل خطوره، يشكل خطوره خصهم اللي يسدوه دوز شهرين يتئريم، او نتوما ملي بغيتو تسدوه اش درتو؟ والمدينه راه كتسالكم تعطيوها توضحوا ليها، هاد المدينه كتسالكم توضحوا ليها، بركه من الاستهتار بالساكنه ديال مدينه جديده، لاقين اللي باغين دايرين ما باغين، حتى واحد ما كيهضر معاكم كتاشنو؟ مولاي عبد الله شوف حالتو كي خليتوه، شوف مولاي عبد الله حالتو كي خليتوه، للإشارة اليوم كان غيدوز معايا السي الشبري أبو القاسم، وبقى ناعس صباح ناعس، أنا صورت الحلقة بوحدي، وغنحاول نصادفو في حوار مع حكا، وغنجبدو هادشي كامل وغنهضرو عليه، المهم إلى هنا تنتهي دردشة اليوم، وإلى الغد بحول الله، إلى ذلك الحين أستودعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.